أسوي ذرة معاكم. يعني صراحة إنه أنا ما راح شو اسمه راح أقسم الذرة على أربعة. ثقيلة شوي بس أكسر وجهي. يلا الحين هذا راح أحطه على النار عشان يسلق، والثاني هذا اللي هنا راح أفرزنه بس حطه على النار وجهكم. بفرزنة عادي تحطوها كلها في كيس وبالفريزر من دون غسيل. إذا جيتوا تطبخونها اغسلوها. فرزينها وارجع. هذه زبدة وملح فلفل اسود وليمون، وطبعا هذه اللي بشكها فيها. خليها كويس. لا اصبري اصبري شلسنا عليه، بس ما ادري كم واحدة يعني هي عشان كده طلعت كثير. يلا بوريكم بس كيف شكها فيه علشان يعني بدل ما يكون صيخ كبير كذا. طبعا عندي واحدة مزعجة ومن اول مزعجتني تبيه. اجيب بزيادة بكمل معكم بعدين اكمل هذا. راح احط عليه زبدة. انا احب الزبدة. وبعد بحط عليه ملح. احب الملح كمان. كمان تحب الليمون؟ راح احط عليه ليمونة كذا.